عم بتكون كتير مطلوبة. من صيف 2021 صرنا بايعين تقريبا بحدود ال 180 سيارة، وأكيد عم يقوى الطلب عليها لأنه عم بتكون كفالتها 8 سنين أو 200 ألف كيلومتر. بس حتى عم يجربوا تشاينيز عم يشوفوا انه الكواليتي تبعه كتير منيحة، النوعية عالمية، نوعية كتير مرتبة، عم ترجع تشتري تاني مرة تشاينيز، وهيك هيك عم تكبر نسبة تبع بيع تشاينيز بالماركتس.